بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتعلم طريقة في إكسار أي نوع من أنواع الأشجار أو حتى أي نوع من أنواع نباتات الزينة. كل إن شاء الله أي نوع من أنواع النباتات هتنفع معاه الطريقة بتاعت النهاردة، طريقة مضمونة 100% إن شاء الله. في البداية قبل ما نبدأ الفيديو حابب أشكر كل الناس اللي بتتابعنا بشكل دايم وما بتعديش فيديو غير لما بتكتب تعليق طيب. أتمنى إنك أنت لو أول مرة بتشاهد فيديوهات أتمنى إنك أنت ما تبخلش بكتاب التعليق والاشتراك كمان في القناة، لأن إحنا عندنا حياة إن شاء الله مميزة وكمان عندنا حلول لأي مشكلة مهما كانت بطرق غير تقليدية وبطرق مميزة جدا. التجربة بتاعت النهاردة نستخدم فيها ورق الكرتون. ورق الكرتون متوفر في كل مكان على مستوى العالم والناس كلها بتتخلص منه. النهاردة إن شاء الله هنستخدمه استخدام سحري، استخدام لا يمكن إن هو يخطر على بال أي حد. وزي ما انتوا شايفين هنجيب كمية صغيرة من الكرتون ونبتدي إن احنا نولع فيها النار. وهقول لك دلوقتي إن احنا هنطفي النار في مرحلة معينة علشان خاطر إن احنا عايزين يعني يكون في نسبة من الكرتون يكون لسه ما اتحرقتش بشكل كامل. طبعا حضرتك هتستغرب ايه الكلام الراجل اللي بيحكي فيه ده، لكن اقول لك ما تستغربش، الكلام ده بناء على تجارب كتير وبناء على دليل هعمله لك دلوقتي وهتشوفه بعينك. واد الكرتون زي ما حضراتكم شايفين لسه في جزء ما اتحرقش بشكل كامل، هنبتدي ان احنا نطفيه بشويه تربه مضافين عليهم ميه او تربه على كده جافه ما فيش مشكله خالص، نبتدي ان احنا نطفيها زي ما هي على كده. هنكمل بقية الخطوات وهنعمل التجربة بتاعتنا على نبات الفل. اي نبات زينة موجود عندك، اي عقل، اي اشجار مهما كانت صعبة ان شاء الله هتنجح معاك على طول. لازم ناخد في الاعتبار التوقيت المناسب لكل نوع من انواع نباتات الزينة او الاشجار. كل حاجة لها توقيت معين وتوقيت مناسب لازم نلتزم بيه. واحنا اخدنا هنا 3 عقل من نبات الفل ونبتدي ان احنا ناخد عقلتين نستخدمهم بشكل عادي خالص وعقلة واحدة بس هنحط فيها ورق الكرتون المحروق ونشوف النتيجة بتاعتها هتكون عاملة ازاي. وانت لو حبيت انك انت تعمل اكسار لنبات الفل بنفس الطريقة ممكن تعملها في خلال الايام اللي احنا فيها، طبعا احنا في شهر مارس، او معنى اصح في خلال الاجواء المعتدلة، يعني خلال المناخ المعتدل ما يكونش فيه ارتفاع في درجات الحرارة وكمان ما يكونش فيه انخفاض في درجات الحرارة، ممكن تعمل اكسار لنبات الفل بالعقل بنفس الطريقة. اما بقى نباتات الزينة والاشجار فطبعا كل حاجة هيكون لها توقيت محدد، ممكن تكتب لي في التعليقات وانا احاول ان شاء الله نرد عليك واقول لك الميعاد المناسب لكل نبات او كل نوع من انواع الاشجار. المهم زي ما حضراتكم شايفين هنبتدي ان احنا ناخد عقل الفل اللي احنا هنعمل عليها اكسار ونبتدي ان احنا نحطها وسط ورق الكرتون المحروق. زي ما انتم شايفين مفعول سحر، اعتبره ان هو اقوى 100 مره من اي هرمون تجذير. وورق الكرتون كمان المحروق مش بيجبر العقل ان هي تطلع جذور وخلاص، ده كمان ان هو بيعمل نمو خضري بشكل ملحوظ وبشكل رهيب. كده احنا امورنا تمام، احنا كده معانا 3 عقل، عقله عاملين عليها الاختبار وعقلتين بشكل عادي خالص، وهم الثلاثه من نفس النبات وبنفس التربه مفيش اي اختلاف خالص. المهم ان احنا بعد ما خلصنا هنبتدي ان احنا نرويهم كويس ونسيبهم في مكان ظل لحد ما نشوف شكل الجذور ونشوف عملية التعقيل عاملة ازاي. لو انت لسه ما فعلتش زر الجرس ياريت تفعل زر الجرس عندك عشان توصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بننزلها، عشان ما فيش اي حاجة تفوتك خالص من المواضيع المهمة اللي احنا نقدمها والحلول غير تقليدية لاي مشكلة بتقابلنا. المهم تعالوا نشوف النتيجة بتاعت التجارب اللي احنا عملناها. دي اول عقلة زي ما انتم شايفين، نسبة الجذور اللي فيها طبعا مش محتاجة كلام، هنحكم عليها لما نشوف العقلة اللي احنا حاطين فيها ورق الكرتون نسبة الجذور فيها قد ايه، وكمان النمو الخضري بتاعها برضه يعتبر نمو خضري بسيط، يعني نمو خضري مش كتير. ودي العقلة التانية برضه هنفتح ونشوف شكل الجذور عامل ازاي، الجذور برضه يعني شكلها قليل مش كتير زي اللي فاتت بس الكثافة بتاعته أكبر. النمو الخضري لحد ما يعتبر يعني كويس شوية، بس طبعا هنقيمها بشكل كويس لما نشوف العقلة رقم 3 اللي حطينا معها ورق الكرتون. انا هسيبك هنا تحكم بنفسك وتكتب لي رايك في التعليقات في استخدام ورق الكرتون في تجذير النباتات والعقل. وزي ما انت شايفين يعني الموضوع مش محتاج كلام، الجذور منتشره بشكل كويس جدا وكمان الجذور التفت حوالين ورق الكرتون، وورق الكرتون طبعا بيمنع العقل ان هي تتعفن، يعني استحاله العقله يحصل فيها تعفن حتى لو في مشاكل عندك في التربه، العقل هتطلع سليمه ان شاء الله ما فيش اي مشكله فيها نهائي. كمان الكرتون ده بيكون فيه نسبه كبيره جدا من الكربون اللي بيعمل على تحسين الخصائص الفيزيائية للتربة وكمان زيادة الأيونات الموجبة في التربة وفي العقل، وبتخلي العقل كمان تنشط بشكل سريع جدا وبتطلع كمية جذور كبيرة جدا وبتدينا نمو خضري كمان كبير بشكل ملحوظ. زي ما انتم شايفين في تفرعات كمان أكتر غير الأغصان العادية، وكمان بتخلي الجذور تمتص أي كمية من العناصر الموجودة في التربة حتى لو كانت كميات بسيطة من الأسمدة بتستفيد منها بشكل كبير جدا، وده هيخلينا إن شاء الله إن احنا نعمل منه سماد في خلال الأيام القادمة، سماد هيكون مميز جدا مفيد جدا ورخيص. شكرا لكم وشكرا على حسن المشاهدة.
ياريت تكتب لي تقييمك في موضوع النهاردة، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.